صاحبي حلوين، اليوم بدعمل انا وياكم شيء كتير مختلف وجديد. اذا عندكم كوب طحين وهولي رفطات الخبز، بدعمل انا وياكم شيء كتير حلو. اول شيء بجيب سكيني بعملها بهيدا الشكل، بشيل البلاستيك، شايفين كيف؟ بدي شيل البلاستيك عن هولي كلهم، نفس الشيء طريقتها سهلة، شفتوا كيف؟ لا أعمل الباقيين ونرجع نكفي مع بعض. بعد ما عملتهم بهيدا الشكل شلت عنهم النايلو، عندي جاد فيه صابون ومي. شو رح أعمل؟ رح نظفهم بهيدي الطريقة عشان ما حدا يقول لي بضل بلاستيك عليها أو أي شيء بالسيفي كمان. شفتوا كيف؟ هلا بغسلهم بالمي، ما في عليهم اي شيء من انواع البلاستيك. بعملهم كمان بهيدي الطريقه كلياتهم، بغسلهم، نرجع نكفي مع بعض. بعد ما غسلتهم وتاكدت منهم منيح منيح انه ما في عليهم اي انواع من البلاستيك، لنبلش هلا بطريقه الطحين. عنا كوب طحين، ملعقة طعم سكر، ملعقة صغيرة بيكنج باودر، بيضة، كوب صغير حليب سخن، وملعقتين طعام زيت نباتي أو زيت زيتون أو زبدة. فينا نستعمل أي شيء متوفر عنا. بسم الله الرحمن الرحيم، حط السكر، البيكنج باودر، الزيت، البيضة، خلطهم مع بعض شوي. كمان بحط طحين، بجيب سباتشيلا، بسم الله الرحمن الرحيم، بخليط. بدي احاول قد ما فيني اعملكم فيديوهات بالاسبوع، يعني بدي زيد الفيديوهات. بس خلطهم بهيدا الشكل. هلا بحط الحليب، بحط النص، ما بحط الكمية كلها، هيدي هي. كمان بخليط، بدي عجينة متماسكة كلها مع بعض. طريقتها عن جد سهلة كتير وسريعة. هيدي العجينة صارت جاهزة، يعني استعملت أنا نص الكوب، شفتوا كيف؟ هلا شو بدي اعمل انا وياكم؟ بنغطي العجينة وبنتركها ترتاح 10 دقايق فقط. بحطها كمان بمكان دافي. بعد ما ارتاحت العجينة 10 دقايق، هلا بدنا نكفي مع بعض. عندي طحين لنكفي الطريقة. بسم الله،
طحين هيدا الشكل. هلا بنبدأ للعجينة. بقطعها بهيدا الشكل. هول اللي بقيوا برجع كمان بعجنهم وعملهم نفس الشيء، يعني ما بنرمي شيء ابدا. بسم الله عملهم بهذه الطريقه. فينا نعمل الحجم يلي بدنا اياه، بحطهم على جنب. اوبس، هيدي اللي ملزقه برجع بعجنها مع هوليك. بحط الشريطه، بعمل العجينة بهيدا الشكل على شكل بابيون. كمان بربط الشريطة بهيدا الشكل، بعملها شفتوا كيف. هلا بحطها على ورقة الزبدة. كمان نعمل وحدة تانية، جيب الشريطة بحطها بهيدا الشكل. ما بشدها كتير للشريطة، بس فتلة خفيفة بتركها شوي واسعة. شفتوا كيف بهيدي الطريقة. هولي بعد ما حطيتهم على ورقة الزبدة، هلا بنحطهم بالفرن على درجة حرارة 250 من الأعلى والأسفل. هولي بعد ما طلعوا من الفرن عن جد ريحتهم كتير بتعقد. هولي بقيوا عندي اللي قصيتهم من العجينة، شفتوا كيف عملتهم، تركتهم زي ما هني ليكوا العجينة شو مستوية من قلبها، ليمرق البوليس لكفي. بيتي حد البوليس اذا بتلاحظوا عطول بيطلع صوت البوليس، سيارة البوليس، عشان هيك وبقطش الفيديوهات. سوري. شفتوا كيف لنكفي؟ هول عملتن هيك اصابع، وهول عملتن شكل بابيوني ليكو لونهم شو رائع وحلو. هلا فكها لهيدي، واو بعد نسخنين على فكرة كتير. فك هيدول الحدايد بهيدي الطريقة، طريقتهم كتير كتير سهلة، يعني ما بتعذب، وشي جديد للأطفال. عرفتوا كيف؟ هياها. أوبس، فكينا أول وحدة. هلا نشوف من قلبها كيف. كمان شفتوا كيف فك وحدة تانية. بسم الله، من حول الحديد الشريطة اللي حطيناها تضلها واسعة عشان تعطي مجال للعجينة بس تنطبخ. اوكي، ها شفتوا شكلهم شو رائع، واو كتير روعة وشي كتير جديد. بشيل هولي كمان. بعد ما شلنا الشرايط عنهم، هلا بحطهم بصحن. على فكرة هولي كتير حلوين لمناسبات كتير، يعني مثل ما شايفين الشكل رائع. حطهم بهذا الشكل بالصحن. فينا على فكرة نحط عليهم كمان مربى مع جبنة مع اي شيء بهذا الشكل. مربى ممكن ندهن عليها جبنة كمان، نحط جبنة الدهن.
فينا ندهنها هيك، وكمان اذا حبينا بنحط بس على النص مثل هيدا الشكل. ممكن نحط عسل عليها، اي شيء يعني. هاي دولي اللي عملتن انا وياكم مثل بسكوت او خبز، فينا نقول كمان جاي بالنص بين البسكوت والخبز. بتمنى التعليق على الفيديو والاشتراك بالصفحة، وان شاء الله بشوفكم بكل جديد حبيباتي. باي باي.